أزمة جديدة في تركيا بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب المعارضة بدأت مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبته إجراء تعديلات دستورية جديدة وربما وضع دستور جديد للبلاد. أردوغان اقترح تعديلات تتعلق معظمها بقانوني الانتخابات والأحزاب وبهيكلية المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد. ولتحقيق ذلك يحتاج إلى موافقة 400 نائب في البرلمان التركي من أصل 600، ويدعمه في هذا التوجه حليفه الوحيد في الداخل دولة بهجلي الذي يقوده حزب الحركة القومية اليميني، لكن الحزبين يملكان فقط 337 مقعدا في البرلمان. وعلى الرغم من صعوبة تبرير التعديلات التي يقترحها أردوغان داخل البرلمان، لكنه يملك خيار الاستفتاء الشعبي، وهو أمر لا يستبعده خبراء أتراك، خاصة وأن أردوغان سبق وأجرى استفتاء عام 2017 انتقلت تركيا بموجبه من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي. وفي المقابل وبعد أيام من دعوة حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليف حزب الحركة القومية لتشكيل دستور جديد، أكد حزب الشعب الجمهوري المعارض رفضه للتعديلات الدستورية المطروحة، وكذلك فعل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، حيث أعلن قادة كلا الحزبين أن أردوغان لم يلتزم بالدستور الحالي، فكيف يضع آخرا جديدا للبلاد؟ كشف رئيسا حزب المستقبل أحمد داود أغلو وحزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان أن فريقا مشتركا من الحزبين سيجتمعان بشكل دوري لصياغة أفكار واقتراحات حول النظام البرلماني المعدل، فضلا عن التشاور مع بقية الأحزاب المعارضة. نرحب بضيفي بانوراما الكريمين من أنقرة بركات قار المحلل السياسي، ومن إسطنبول طه عودة أغلو المحلل السياسي. مرحبا بكما معنا في بانوراما هذه الليلة. سيد بركات أبدأ معك، لماذا تعتبر المعارضة التركية أن دعوة الرئيس أردوغان لصياغة دستور جديد ما هي إلا تعزيزا للاستبداد؟ مساء الخير. أولا طبعا هذه الدعوة بالحقيقة اجت بغير أوانها تماما، ولا علاقة في هذه الدعوة وما بين الحاجات الماسة للشعب بالحقيقة التي يعاني منها. يعني هذه الدعوة تساوي إلا هدفها الأساسي هو تغيير جدول العمل السياسي القائم الآن و محاصرة بالحقيقة الحزب العدالي والتنمية من جميع نواحيه، لا يستطيع أن يخرج بأي بديل بأي اقتراح لأن يقدم أي طلب لتلبية مطالب الشعب. ومطالب الشعب هي الخبز الآن والعمل والحرية والعدالة، هذه القضايا الأساسية بالحقيقة المطروحة في المجتمع والتي تناقش. وأتى بعد يعني 18 سنة من السلطة ومن النظام أن يقترح تعديل الدستور. يعني ألم يقول لهم يعني أين كنتم لاحظت الآن طالما هناك أنتم كنتوا راغبين وكنتوا متمسكين في هذا الدستور وملتزمين فيه تماما بتطبيقه؟ لماذا خلينا نسمع وجهة نظر سيد طه في هذا الخصوص. سيد طه أهلا بك معنا. بالنظر إذن إلى الظروف والمعطيات اليوم في تركيا، ما الهدف إذن من اتجاه رئاسة تركيا وحليفها حزب الحركة القومية إلى فكرة دستور جديد للبلاد؟ يعني في بداية تحياتي للجميع. يعني من دون شك أعتقد أن هناك أسباب عديدة دفعت الرئيس التركي أو الحكومة التركية للقيام بهذا العمل. كما تعلمين أن في عام 2017 تم تحويل أو تعديل الدستور لتحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي. إلى حتى هذه اللحظة لم يتم استئصال الورم الانقلابي في هذا الدستور، وخاصة أقصد انقلاب عام 1982، وإلى حتى هذه اللحظة لم يتم
المتماشى مع الحياة المدنية وأيضا مع الشروط والأوروبية التي ترغب أنقرة بالانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، هذا من جهة. من جهة أخرى هذا لا يخفى على الجميع بأن هناك محاولات في الفترة الأخيرة، سمعنا من أحزاب المعارضة كانت تنادي بإجراء انتخابات مبكرة، وأعتقد هذه هي خطوة استباقية من قبل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لسحب البساط من تحت أقدامهم، وخاصة الأحزاب الجديدة حزب داوود أوغلو وحزب علي بابا جان، هناك ممكن تكون مواد لإغلاق بعض الأحزاب، على سبيل المثال حزب الشعب الجمهوري المتهم التي تتهم الحكومة التركية بأنه هو يدعم الإرهاب وحزب العمال الكردستاني. أيضا لاحظنا أيضا هذه الخطوة، يعني كما ذكرتم في التقرير كان هناك حزب الشعب الجمهوري كان رده يعني في اليوم الثاني أو الثالث، لذا أعتقد هناك كانت حالة من الإرباك في حساباتهم واستراتيجياتهم من قبل حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة الذي يتعرض حاليا لانشقاقات وتصدعات في الداخل، لذا هذه الخطوة أعتقد هي تدفعنا أو للقول بأن الحياة السياسية في تركيا تسخن مبكرا، خاصة قبل سنوات من الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في عام 2023، ممكن أن تكون نهاية هذا العام أو العام المقبل إذا تمت الدعوة كما تقول المعارضة وتضغط فيما يتعلق بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد. سيد بركات، هل فعلا في إرباك وتخبط في مواقف المعارضة التركية كما يقول سيد طه، بالنظر أنه اليوم المعارضة تكثف جهودها للاستعداد لطرح برنامج رامي لنظام برلماني معدل في تركيا، إلى أين ستصل؟ طبعا هناك بالحقيقة لا زال في خلافات طبعا قائمة بين الأحزاب المعارضة، لكن بالفترة الأخيرة التي أربك طيب أردوغان بالحقيقة هو هذه الموضوع، هذه التلاقي وهذه التشاورات والتفاهمات التي بدأت تبدأ بين المعارضة من أجل تشكيل جبهة ديمقراطية لأن يضغط وتقوم باتخاذ قرار على الأقل يعني بالضغط على السلطة لاتخاذ قرارها انتخابات مبكرة، وبحال الذهاب إلى انتخابات مبكرة من الواضح كل الاطلاعات العام الآن بالحقيقة تشير بأن التراجع للحزب العدالة والتنمية وشريكه، ولا يمكن أن يستطيعوا أن يحصلون على أغلبية لا بالرئاسة ولا بالبرلمان، هذا يشكل مشكلة وطريق مسدود فعلا أمام حزب العدالة والتنمية والسلطة. لذلك الآن هذه المبادرة بتقديري هي من الصعب جدا تتحقق، لأنه الآن لا الجمهور ولا الأحزاب هي جاهزة لتعديل هذه الدستور من جديد، إلا هي الجهوزية الموجودة هي لتحقيق في حق ترجمة هذه الدستور التي يعمل عليه منذ 18 سنة أن يطبق، لا يطبق أي مادة منه لهذه الدستور، وكل الناس والأحزاب كلها ترى هذه الموضوع. لذلك بتقديري التي بيحصل إذا حصل بأنه تغيير قانون الانتخابات لمنع بعض الأحزاب طبعا كما قال ضيفك من دخول في الانتخابات القادمة، وبالحقيقة إذا استطاع أن يغلق الحزب الشعوب الديمقراطي ويمنعه من الدخول في هذه الانتخابات التي هو بالحقيقة يمثل 6 ملايين إنسان في تركيا. سيد طه، ونحن في معركة الدستور هذا في تركيا، تقول في إحدى تغريداتك الأخيرة بأنه من الواضح أن حكومة أردوغان عازمة على إجراء عملية جراحية في جسم الدولة التركية بعد حالة ترهل التي أصابتها في الفترة الماضية، أنا أسألك من المسؤول؟ يعني من دون شك يعني في العامين الماضيين أنا أتفق معك في هناك حالة من الترهل داخل الدولة التركية، وخاصة أعتقد أن الاندفاع التركي في المنطقة في العامين الماضيين تقريبا كان لها سببت بشكل كبير وكان لها أثار على الاقتصاد التركي، ولكن هناك كانت مصارعة من قبل الحكومة التركية، وهذا ممكن أن نراه في الأيام المقبلة تغييرات جذرية على
صعيد الداخل ومؤسسات الدولة. لاحظنا أيضا كما تابعت وتابعنا جميعا منذ مطلع العام الجاري هناك لهجة مختلفة من قبل القيادة التركية متمثلة بالتقارب مع الاتحاد الأوروبي، مع أمريكا، وحتى مع الدول العربية كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية. هذا كان حقيقة كان بعيد في العامين الماضيين. أيضا هناك ممكن أن نرى في المرحلة المقبلة تغيرات جذرية، أيضا انسحاب أو استقالة صهر الرئيس كانت هذه خطوة إيجابية، يعني من ناحية فيما يتعلق بالاقتصاد التركي نلاحظ حاليا تحسن في الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة. لذا أعتقد أن يعني حاليا إن كانت هذه الخطوة التي سوف يقدم عليها أردوغان من وجهة نظري هي متأخرة نوعا ما، ولكنها مهمة في هذا الوقت خاصة في ظل الأجواء التي تخيم على الوضع الاقتصادي هنا في البلاد. وأيضا إذا تحدثنا عن التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة والتي تركيا هي منخرطة فيها بشكل كبير، تحدثنا عن موضوع العقوبات الأوروبية. سيد طه، استوقفني يعني مسألة الأزمة الاقتصادية التي حضرتك أشرت إليها، إلى أي حد اليوم الأزمة الاقتصادية التي أنهكت الناس بالتالي يعني هم لا يولون أي اهتمام لمسألة تعديل أو دستور اليوم إذا ما تم استفتاء مثلا؟ يعني أنا تصوري أعتقد سيدتي الكريمة يعني هناك حقيقة الشارع التركي يؤيد تغيير الدستور، ولكن المعارض من وجهة نظري هي ترى بأن هناك أو هناك قلق بأن الرئيس التركي ممكن الهدف الأساسي هو السيطرة على المشهد التركي بشكل كامل. ولكن هناك حقيقة المزاج التركي حاليا مختلف تماما فيما يتعلق كما تفضل ضيفك حاليا الوضع بشكل أساس وهو موضوع الاقتصاد في تركيا. نحن نتحدث عن أن الانتخابات المقبلة أو الانتخابات المبكرة أنا من دون شك أعتقد أن والجميع يتفق أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الأوفر حظا، ولكنه لن يتمتع بنفس الصلاحيات ونفس التسهيلات التي حصل عليها في الانتخابات الماضية. لذا أعتقد أن الأرضية ليست معبدة له في المرحلة المقبلة. لذا نلاحظ أن هناك خطوات يقوم بها متسارعة من قبل الرئيس أردوغان في أي انتخابات قادمة مبكرة أو حتى الانتخابات الرئاسية. أيضا هناك يعني حقيقة إذا تحدثنا عن أن هناك أحزاب من حزب المستقبل داود أوغلو وحزب علي باباجان، هذه خرجت من رحم حزب العدالة والتنمية، وهذه من دون شك على الرغم من أنها لن تحصل على أصوات ولكنها سوف تسحب نوعا ما من الحاضنة الشعبية لحزب العدالة والتنمية في أي انتخابات مقبلة. سيد بركات، ما رأيك في هذا الخصوص عندما نتحدث عن دعوة لانتخابات مبكرة، مصير حكم العدالة والتنمية وأردوغان نفسه؟ أنا بتقديري لابد منها الانتخابات المبكرة، ولا يمكن في هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة والمتردة باستمرار أن تستمر هذه السلطة الآن، وخاصة في ظل القرارات التي بالعقوبات من قبل أوروبا ومن قبل أمريكا، والآن كل المحاولات بالحقيقة التي ينادي بها بمسألة الإصلاحات جديدة أو دستور جديد كله يتعلق بالحقيقة هي خارجيا بمسألة هذه العقوبات، ويحاول أن يحسن الصورة التي كانت كما تفضل ضيفك بأنه قبل سنتين أو ما قبل سنتين حتى قبل أشهر لا أشهر كان يتحدى أوروبا ويتحدى أمريكا ويتحدى العالم كله بكل السياسات الخارجية والداخلية، ويتهم بأنه هذا التدخل كما اتهم بمسألة بالحقيقة جامعة البوسفور للاحتجاجات الطلابية عندما كانت قلقة أمريكا وأوروبا والأمم المتحدة ونادت بأنه هناك تطبيق على الأقل يقوم بموقف ديمقراطي بأن نتحدى الآخرين بلحظة واحدة للجميع وبأنه هذا اعتبره هو تدخل. طيب هذه يعني سؤال نسأل سؤال الآن، إذا كان هذا تدخل بمسألة حقوق إنسان وبمكتسبات إنسانية عالمية، ماذا يعمل في ماذا تعمل السلطات الآن في ليبيا؟ ماذا تعمل في سوريا؟ ماذا تعمل في العراق؟ ماذا تعمل في العلاقات في اليمن؟ يعني كل هذا الأمور بالحقيقة هو طرق أصبحت مطوق من جميع النواحي، ولا بد الآن إذا بالحقيقة في كماشة إذا ذهب إلى انتخابات مبكرة هناك في تخوف كبير جدا، لأنه كل الإحصاءات تشير بتراجعه وتدهوره تدهور الحزب إلى الوراء،
ومن جانب آخر إذا قام بأي تعديل دستور الناس تسأل، يعني هذه الدستور حتى لو كان دستورا فاشيا، أنا مع تغيير الدستور كاملة فعلا، لكن هذه الدستور هل يطبق هذا الدستور الآن بحالته الموجودة؟ لا يطبق بإطلاقا، وبالعكس يتمسك في النظام الرئاسي للقمع أي حركة في الشارع من نواب إلى رؤساء البلدية إلى الطلاب إلى العمال إلى الفلاحين. يعني هذه الأمر أصبحت بوضع متدهور جدا، ومن الصعب الخروج من هذه الظروف لا بانتخابات، حتى إذا تمت الانتخابات المبكرة لا يستطيع أن يرشح نفسه بهذا سيد الوضع. خلينا نسمع وجهة نظر سيد طه في هذا الخصوص. سيد طه، ما الذي تخشاه الرئاسة التركية من الأحزاب الجديدة التي تأسست مؤخرا في أي انتخابات قد تشهدها تركيا مستقبلا؟ يعني أنا بتصوري أعتقد كما أشرت لك قبل قليل، الحكومة التركية أو تحالف الشعب الذي يرأسه أردوغان مع حزب الحركة القومية هو إلى حتى هذه اللحظة هو مسيطر بشكل كامل، لكنه لا يستطيع في إن جرت انتخابات في وقت الحالي يستطيع الفوز في الانتخابات البرلمانية أو حتى الرئاسية. ولكن القلق كما ذكرت في سؤالك، القلق أعتقد هو أن تجتمع المعارضة في مرشح واحد، وهذا أعتقد هو سوف يسبب قلقا للرئاسة التركية وأيضا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتربع على عرش السلطة منذ عام 2002. هذه نقطة. النقطة أخرى، حاليا يعني هناك بعض الأحزاب كحزب داود أغلو وحزب علي باباجان، هي كما أشرت لك هي خرجت من الحضن الشعبية لحزب العدالة والتنمية، وهي تعرف ما هي تصورات وما هي يعني الشعب التركي أو القادة الشعبية لحزب العدالة ماذا تريد. ولكن في المقابل أعتقد أن وجهة نظر أعتقد الناخب التركي إلى حتى هذه اللحظة غير مقتنع، يعني غير مقتنع في أي الأحزاب الجديدة التي تأسست كحزب داود أغلو أو حزب علي باباجان. يعني في النهاية خرجت من حزب أردوغان، حزب العدالة والتنمية. بالأمس هناك تم تأسيس حزب جديد، أو عفوا انشقاق زعيم أو قائد من حزب الشعب الجمهوري، سوف يأسس حزب جديد محرم إنجا. هناك العيون مركزة على هذا الشخص، خاصة بأنه يعني حاليا يدعو إلى برنامج جديد. يعني الشعب التركي حاليا ما يريدها من وجهة نظري، ما يريده هو أن تكون هناك الوضع الاقتصادي الرفاهية التي تمتع بها خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأن يعني تكون تركيا هي في ركب الدول الكبرى يعني كما يعني تريد وكما يريد يعني هنا الحكومة التركية كما تقول. سيد طه، سؤال موجه لكما أنتما الاثنين، من سيخرج منتصرا في معركة الدستور بين المعارضة والحزب الحاكم؟ تفضل سيد طه بأقل من دقيقة. يعني أعتقد المعركة حتكون صعبة للغاية. هذه المعركة ما أشرت لك قبل قليل تختلف عن المعارك السابقة، خاصة تحدثنا عن أن المنافسين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان كسر هذه المرة. لذا أعتقد من يعني هو يستخدم أو يستخدم يعني خطوات بدقة وبحنكة هو الذي سوف يحقق انتصار في هذه المعركة القادمة. وإليك سيد بركات. بالحقيقة أنا من وجهة نظري بأنه هذه الانتخابات القادمة ستكون هزيمة كبيرة جدا لهذه الائتلاف الحكومي القائم الآن، والمعارضة طبعا هو بشرط أن تتفق بالحقيقة في بجبهة موحدة. بهذه الحال لا يمكن الحظ يوفر الحظ لطيب أردوغان ولا حزبه ولا خاصة حزب الحركة القومية، اللي حتى الآن لا يستطيع يتجاوز العتبة الانتخابات 10%، ودائما هو حوالى 7% و8% أقصى حد. لذلك المعارضة له حظ كبير في الحقيقة بحال توحد وتشكيل جبهة موحدة للمنتخبات القادمة. أنا أشكركما جزيل الشكر. كان معنا من صنبول طه عودة أغلو، وأيضا من أنقرة بركات قار. شكرا لكما،
وإلى هنا ينتهي بانوراما، وكنا خصصنا الجزء الأول للحديث عن التنديد الأمريكي والأوروبي بالهجمات من قبل ميليشيا الحوثي على السعودية. اليوم واشنطن تجدد التزامها بدعم الرياض، وأيضا لندن تواصل مد السعودية بالسلاح. وخصصنا الجزء الثاني من بانوراما للحديث عن معركة الدستور بين المعارضة والحزب الحاكم في تركيا، وإذا ما سيذهب الرئيس التركي إلى عرضه للاستفتاء على الشعب التركي وسط الأزمات التي أنهكت الشارع التركي وأهمها الأزمة الاقتصادية. المزيد من الأخبار مع الزملاء في نشرتنا المستمرة. إلى اللقاء.